كاين الشعير هي مناطق تاع شعير ومناطق تاع القمح اللي حنا قلنا نعاودوا هي المواجهه فيما يخص الانتاج الحيواني لا يعني هي اليوم تم اعطاء الانطلاق الرسمي لحمله الحرث والبذر للمسؤول الفلاحي 24/25. المساحه المبرمجه ان شاء الله بالولايه تقدر ب 123584 هكتار، يعني بزياده تقدر ب 2000 هكتار بمقارنه بالموسم الفارط. هذه الزياده خاصه ستكون في يعني في مادتي القمح اللين والشعير. بالنسبه يعني تحضيرات لحمله الحرث والبذر، يعني كل التحضيرات تم يعني القيام بها، ونقول باللي هذا الموسم يعني حقيقة استثنائي في التحضير، على أساس أنه وفرنا جميع البذور والأسمدة على مستوى النقود الجافة في يعني بداية من شهر أكتوبر يعني، وتم ديجا بيع البذور بيع قيمة بالنسبة للحبوب ما قيمته 10000 قنطار، تم بيعه ديجا للفلاحين.